السلام عليكم ورحمة الله. بعد أشهر من تحريره استهدفت ميليشيا الحوثي والمخلوع ميناء المخا بقارب متفجر، وفيما تقول سلطات الميليشيا إنها استهدفت سفينة تابعة للتحالف العربي، اكتفى كل من الحكومة والتحالف بالإشارة إلى أن العملية استهدفت رصيف الميناء وأحدثت فيه أضرارا بالغة. العملية تزامنت مع إعلان الميليشيا تصعيد عملياتها في الساحل الغربي، مهددة بجعل البحر الأحمر مسرحا لمواجهات عسكرية مفتوحة. في هذه الحلقة من زوايا الحدث نتوقف عند هذا الخبر لنناقشه في محورين: ماذا يعني استهداف الميليشيا لميناء المخا، وما تأثيره على جهود تأهيل الميناء، ودلالات إعلان الميليشيا التصعيد في البحر الأحمر، وهل ما تزال تحتفظ بقدرات تمكنها من المواجهة؟ إذن عملية جديدة تقول الميليشيا إنها استهدفت فيها سفينة إماراتية ودمرتها في ميناء المخا، فيما تقول الحكومة والتحالف إن الحادثة استهدفت رصيف الميناء فقط. لكن الأمر لا يتوقف على نتيجة العملية فقط، بل يتجاوزه إلى دلالات هذه العملية في منطقة تعتبر منطقة عسكرية تم تأمينها قبل أشهر. بالتزامن مع العملية أعلنت الميليشيا تصعيد عملياتها في البحر الأحمر، وهو ما يلقي بتساؤلات كثيرة عن طبيعة القوة التي لا تزال تحوزها الميليشيا، وبما يسمح لها بتهديد الملاحة الدولية وعمليات التحالف في هذه المنطقة. قبل النقاش نتابع هذا التقرير. رغم مضي 6 أشهر على تحرير ميناء المخا، إلا أن هذا الميناء ما يزال عرضة للتهديدات الحوثية، حيث تم استهداف رصيفه البحري بحسب بيان التحالف العربي بواسطة قارب مفخخ. مطلع العام الحالي تم تحرير ميناء المخا عبر عملية عسكرية أطلق عليها اسم الرمح الذهبي، ضمن خطة عسكرية واسعة تهدف لتأمين الساحل الغربي من أجل حماية باب المندب الذي سيطر عليه التحالف في أكتوبر 2015. لكن عدم استكمال تحرير الساحل الغربي وفق عسكريين جعل المخا عرضة لخطر التهديد نتيجة استمرار تحكم ميليشيا الانقلاب بالحديدة ومينائها. وتتهم الشرعية والتحالف الميليشيا الانقلابية بتحويل الحديدة كوكر لتهديد الأمن المائي والملاحة الدولية في البحر الأحمر. يؤكد بيان الميليشيا الانقلابية أنها استهدفت بارجة إماراتية وأنها ستستمر بالتصعيد مقابل التصعيد، محذرة قوات التحالف مما أسمته تحويل البحر الأحمر إلى مسرح مواجهات. ينفي بيان التحالف رواية الميليشيا ويقول إن قاربا مفخخا اصطدم برصيف المخا، واعتبر التحالف ما تقوم به الميليشيا تهديدا للملاحة الدولية وإعاقة لوصول الأعمال الإغاثية والمساعدات الإنسانية. التصعيد مقابل التصعيد لغة الميليشيا الجديدة التي تأتي كما يقول البيان استجابة لدعوة قائدهم عبد الملك الحوثي، وهي دعوة تذكر بلغة المخلوع صالح إبان ثورة فبراير: نقابل التحدي بالتحدي. هذا التصعيد الحوثي وفق مراقبين يأتي كنتيجة لصمت المجتمع الدولي على استمرار تواجد الميليشيا قرب البحر الأحمر ولعدم جدية التحالف في حسم تحرير ميناء الحديدة. حياكم الله مشاهدي الكرام، ونبدأ هذه الحلقة مع الخبير العسكري العقيد عبد العزيز المجيدي من تعز. مساء الخير سيادة العقيد. حياك أخي. مرحبا بك سيادة العقيد. في البداية، تضاربت الأنباء عن العملية الأخيرة لميليشيا الحوثي والمخلوع في ميناء المخا. الميليشيا تقول بأنها استهدفت سفينة إماراتية، الحكومة والتحالف يقول بأنها استهدفت فقط رصيف الميناء. إذا كان لديك تفاصيل أكثر حول الحادثة. والله من خلال تواصلنا مع بعض الجهات وبعض الإخوان المراسلين، فالعملية هي عملية يائسة بعد ردة فعل من قبل الانقلابيين بعد التحرير والسيطرة على قاعدة خالد بن الوليد في مفرق المخا. فليس الجانب التدميري أو الجهاتيك التدميري للقارب الذي سيروه باتجاه الميناء بالحجم الذي يصفوه، لأن العملية
فقط هو يريدون من خلالها الدعاية الإعلانية كما سبق، وذهبت هذه الميليشيات على التزوير وتزييف الحقائق وخاصة ما يستهدف أفرادها لرفع معنوياتهم. كذلك جت هذه العملية بعد السيطرة على الأرض حتى مفرق المخا وحرمان الميليشيات من إطلاق الصواريخ التي كانت تطلقها باستمرار على مدينة المخا وعلى ميناها. أنا لا أعتقد ولا يمكن أن نصدق ما تقول الميليشيات بأن حصل هذا الجانب التدميري، فكم حجم القارب وكم حجم العبوات الناسفة التي كانت عليه؟ لأن كل شيء يعود للحجم والكميات التي عليه من المتفجرات ونوعها، وكذلك سيكون ناتجها تدميري. لكن عندما يكون قارب وسيار عن بعد لا أعتقد أن يكون موجود فيه هذه الكميات. فقط هي تدخل الموضوع من ناحية التنظيم وكذلك من ناحية رفع معنوية أفرادها المنهارة. نعم. في تلك الجبهة والتي حقق الجيش الوطني والمقاومة هناك حتى وصول. نعم. إلى مفرق المخا، وكذلك قطع خط الإمداد الرئيسي على خط الحديدة من الرابط. نعم. مدى محافظة الحديدة ومحافظة السعد باتجاه الهاملي وكذلك النجيبة، وهناك الآن المعركة أمس وأولها والطيار التحالف يستهدف معسكرهم في سقم الخط الذي متفرع من الخط. نعم. الرئيسي والذي يصل إلى كنبة الصعيرة، هذا هو فقط مجرد تهويل. نعم، إذن أنت تقلل سيادة العقيد من أهمية هذا الاستهداف، لكن الكثير يقول بأن استطاع أن تصل الميليشيا بالقارب إلى ميناء تم تأمينه وتحريره مؤخرا وأصبح منطقة عسكرية محظورة بيد التحالف، ليس بالأمر السهل. العملية الاختراق ليس بالأمر السهل، لكن عملية تدميرية الناتجة على تدمير القارب ليس كما يهولها، لكن من حيث عملية الاختراق نعم لها دلالة كبيرة، وهذا أيضا رسالة للقوات المتواجدة هنا للتحالف والقوات الشرعية التي تسيطر عليه من المخا أن تؤمن هذه المنطقة. لكن التأمين لم يأتي فقط من اتجاه الساحل، لأن اتجاه المعركة الساحل باتجاه الجانب الشمالي الغربي للحديدة يجب أن توازيها المعركة باتجاه الخط البري الذي يربط محافظة السعد بالحديدة لمنطقة البرع وكل الجبهات التي ما زالت توجد فيها الميليشيات في موزع والوازعية والكدحة حتى مفرق شرعب الرونة في تعز والتطهير الجانب الشمالي والغربي حتى الالتحام جبهة سعد مع جبهة التحالف والقوات التابعة للمنطقة الرابعة جميعها بالمحور سعد وكذلك بالمنطقة التي وصلت إلى مفرق المها ليتم تطهير تلك المنطقة وتقدم القوات في أمان دون أن تتعرض لأي هجمات، كون الانقلابيين لن يمتلكوا اي طرق واي مراكز او قواعد تتمثل فيها بامان كما كانت في معسكر قائد والمناطق المجاوره. نعم. هي الان تبحث على طرق بديله باتجاه المناطق الجبليه وباتجاه شارع الرونه وباتجاه الحريه، لكن هذا يدلك بذكر ما كانت مركز القاعده هذه التي كانت تسيطر على ثلاث جبهات والذي يعتبر سقوطها وتطهيرها والسيطره عليها السيطرة على ثاني اللي هو من الألوية الكبيرة اللي كانت تواجد بالساحل بعد اللي هو 17 هذا اللي هو 35 الآن يسقط ويتهاوى في الشرعية. نعم. هنا يجب التنسيق أكثر مع كل الجبهات لتكون العملية القتالية متزنة ومتفقة باتجاه واحد، لأن الانهيار في قوى الميليشيات انهيار مستمر وواضح على تدهور. نعم. على أمام هذا الانهيار المستمر، أمام هذا الانهيار المستمر للميليشيا و يعني خسارتهم لمواقع عسكرية مهمة مثل معسكر خالد بن الوليد ومثل المخا وميناء المخا الاستراتيجي، الميليشيا مع هذا الأحداث والتقدم للجيش الوطني والتحالف بدأ يهدد بورقة تحويل البحر الأحمر إلى ساحة مواجهات، ما رأيك أنت بهذا التهديد؟ التهديد هذه لغة التهديد والوعيد وكذلك الخيارة المفتوحة الذي كان يطلقها زعيمهم عبد الملك الحوثي منذ البداية عندما بدأ يهدد الحكومة الشرعية في العاصمة صنعاء إلى الآن وهو يحدد الخيارات الاستراتيجية، لكن قدرتهم على تهديد الملاحة البرية الملاحة البحرية في المنطقة المهمة هنا غير قادرين، هم يقوموا في الآن نتيجة للدعم المستمر والتراخي والتواطي من قبل المجتمع الدولي تجاه هذه الميليشيات الانقلابية. لو كان لديهم امكانيه قويه وكان عندهم بدائل او تاثير على مستوى الساحل لكانوا يرتقبوه، لكن هم يريدون اعتقد يريدون خلط الاوراق في تلك المنطقه عندما يخسروا تواجدهم على الارض يعودوا لهذه التهديدات. لكن الحل من الناحيه العسكريه والتكتيكيه
الحل الناجح والحل الصائب هو أن تتقدم القوات في كل الجبهات على الأرض لتنحصر تواجد هذه الميليشيات في رقعة صغيرة ليتم القضاء عليها والنصر المبين والهزيمة النهائية لهذه الميليشيات التي دمرت البلد وأدخلتها في أسود حرب. نعم. لا طائل لها إلا أن تحكم وتوالي لمرجعيتهم في إيران. نعم. إذن سيادة العقيد تكرم بالبقاء معنا، نشارك معنا في الحديث من عمان المحلل السياسي الأستاذ عبد الناصر المودع. مرحبا بك أستاذ عبد الناصر. أهلا وسهلا ومرحبا. مرحبا بك أستاذ عبد الناصر. تابعنا الأسبوعين الماضيين، كان هناك ربما بوادر لمبادرة تقدم بها ولد الشيخ من أجل تجنيب الحديدة وميناء الحديدة لأي عملية عسكرية، لكن في المقابل تقدم الشرعية في المخا وسقوط معسكر خالد جعل الميليشيا تلوح بأنها ستحول البحر الأحمر إلى ساحة مواجهات. كيف تقرأ هذا التهديد الخطير من الميليشيا في هذا التوقيت؟ تحية لك ولضيفك الكريم. يعني هذه تظل أحد وسائل الحرب، لا يعني أن التهديد هذا هو التهديد حقيقي ويمكن تنفيذه، لأنه من خلال المعطيات المتوفرة لا يمتلك الحوثيون وقوات صالح أي قوات حربية بحرية كلاسيكية بمعنى الزوارق وغيرها. الكثير من هذه القوة قد دمرت أو حيدت، وبالتالي لا أعتقد بأنهم يمتلكون الإمكانيات لتهديد الملاحة بالشكل الذي يطلقونه. ربما هناك وسائل تكتيكية من قبيل القوارب المسيرة عن بعد، كما حدث حينما حاولوا أن يهاجموا المدمرة الإماراتية في ميناء المخا قبل يومين، أو ربما يكون لديهم صواريخ. تحدث رئيس الأركان المشتركة الأمريكي قبل فترة بأنهم يمتلكون صواريخ كروز، هو قال صواريخ كروز. طبعا صواريخ كروز هذه تعني أنها صواريخ بالغة الدقة، وصواريخ لا أعرف إن كانت هذه العبارة خطأ في الترجمة أو أنها إساءة تعبير من قبل رئيس الأركان، ولكن صواريخ كروز نعرف أنها صواريخ تعتبر مداها واسع ودقيقة جدا، قال بأن إيران مدت الحوثيين بها. لكن حتى الآن ليس هناك من صواريخ بهذا الحجم قد استخدمت، ولهذا من الناحية الفنية والعسكرية لا يمتلك الحوثيون ما يمكن أن نقول بأنهم قادرون على أن يهددوا الملاحة في هذه المنطقة الحيوية من العالم. إضافة إلى ذلك هم يدركون أن أي استهداف للملاحة وتحديدا الملاحة البرية، الملاحة المدنية في هذه المنطقة من العالم سيكون لها ردود فعل خطيرة عليهم. نعم. من قبل الدول الكبرى. نعم. التي لن تسمح لأي جهة بأن تهدد أمن الملاحة في المنطقة. نعم. في إذا كانت الميليشيا الحيوية. نعم، إذا كانت الميليشيا وأيضا طرفي الانقلاب الرئيس المخلوق المخلوع يعلمون بأن المجتمع الدولي لن يسمح لهم بتحويل هذه المنطقة إلى منطقة مواجهات، ما الذي يجعل الميليشيا إذن تهدد بهذه الورقة وبصورة علنية؟ وأيضا الرئيس المخلوع يعني تحدث مؤخرا بأن البحر الأحمر يعني أبعد من عين الشمس كما يقول. يعني كما قلت لك هي مسألة لغة في الحروب، التهديد والوعيد وتضخيم الذات ورسائل كثيرة تطلق أحيانا ليس بالضرورة باتجاه الخصم، ولكن أحيانا تكون هدفها الداخل، هدفها الأنصار، رفع الروح المعنوية وإظهار القوة والمبالغة في إظهار هذه القوة. لكن كما ذكرت لا أعتقد بأنهم قادرون عمليا على تهديد. إضافة إلى ذلك أعتقد بأن جزء من الفريق الحاكم في صنعاء يدرك خطورة مثل هذه الأعمال، حتى لو امتلكوا القدرة على تنفيذ وتهديد الملاحة في هذه المنطقة هم يدركون خطورة هذه الأعمال عليهم. ولا أعتقد بأنهم على الأقل في المرحلة الحالية هم ليسوا في موقف الضعف، لا زالت معظم مناطق تهامة تحت سيطرتهم. إضافة إلى ذلك هناك صعوبات كثيرة سياسية وإنسانية وعسكرية تحول دون حدوث تقدم عسكري في مناطق تهامة، وبالتالي
حتى لو لديهم مثل هذه الإمكانية فإنهم لن يستخدموها في الوقت الحالي، وربما تستخدم في حال كانوا في وضع عسكري ضعيف. نعم سيادة العقيد عبد العزيز المجيدي، من خلال متابعتك واطلاعك على ربما الجانب العسكري في اليمن، وأنت أحد الضباط المنتمين للجيش اليمني، هل لا زالت الميليشيا فعلا تمتلك أسلحة استراتيجية قد يعني في حال استخدمتها ستهدد فعلا الملاحة الدولية في البحر الأحمر وعلى وجه التحديد في محيط الحديدة التي لا زالت تخضع لسيطرتها؟ الكريم، سلسلة الأسلحة التي تمتلكها الجيش اليمني أتت من جيشين، ما كان يسمى بالجمهورية العربية اليمنية وجمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية بعد الوحدة، ثم سحب قبيلة الأسلحة ومنها الصواريخ التي كانت تتواجد في عدن إلى العاصمة صنعاء، وتم تسليم هذه الأسلحة إلى الانقلابيين من قبل الجيش العائلي الذي يتبع الرئيس المخلوع علي عبد الله صالح. ما تستدعيه الميليشيات أن لديها قوة استراتيجية، هي لديها بعض الصواريخ التي تستخدمها، وخاصة الصواريخ الشهود الروسية وكذلك الصواريخ نوع تشكا الذي موجودة في الجيش اليمني أو التسليح اليمني مداها إلى 70 كيلومتر فقط لا غير، أو بعض الصواريخ التي تكون مدتها إيران وتستخدمها بواسطة خبراء من إيران. لكن عمليا الميليشيات والانقلابيين لا يمتلكون إلا قوة برية فقط، وهذه بعض الصواريخ التي يقاتلون بها. فالطرف الآخر الجيش الحكومة الشرعية والتحالف لديه قوة بحرية ولديه قوة قوية، ولا ننسى هنا بأن القوة الجوية أصبحت تتحكم في المعركة بنسبة أكثر من 50%، لأن لديها القدرة على الهجوم والمناورة وعلى مسافات بعيدة، وكذلك بعد تدمير كل منصات الصواريخ الأرض جو وكذلك الرادارات وحتى الرصد من التحالف لا يمتلكون أي شيء. ما يقوم بني هذه الصواريخ كمناورة كما قال الأخ المودع بأنه لرفع معنوياتهم وكذلك الاستمرار بالتغرير على أبناء الناس الذي يتجاهلهم ويمدوهم إلى محارق في الجبهات دون أي جدوى، فقط هم ينفذوا توجيهات تدمير البلد. لو كانوا يقولون ما تفقدوا البلد في معركة لا طائل لها وبدون أي فائدة على الكرسي ألا يفهم؟ نعم سيادة العقيد، ألا يفهم بأن الميليشيا ربما تلقت سلاحا بحريا نوعيا بطريقة ما من إيران أو غيرها من أي يعني دولة أخرى، وهي بذلك تهدد من منطلق قوة وهي تعرف ما تقول؟ لو كانوا يدركوا ما يفعلوا كانوا قاسوا حجمهم من معركة دماج عندما استمرت المعركة بمساحة 2 كيلومتر مربع قاتلت فيها الميليشيات الانقلابية ضد أبناء دماغ وطلاب دماغ بحد أمامي أصغر مسافة بالعالم من 3 متر، ولم تستطيع التغلب في دماغ. لكن نتيجة لشهية الكرسي والانقلاب الذي قاده الرئيس السابق علي عبد الله صالح وهيا لهم الأرضية وسلم لهم سلاح دولة متكامل، هم يبتكرون الآن أنهم سينتصرون. الحق مع الشعب اليمني، الحق مع الحرية. نعم. هذا العودة إلى ما يطمعوا إليه وإلى الحفظ المناطقي لا يمكن أن يعود إليه. الناس خرجت في حرية وديمقراطية ولا يمكن أن نعم. من جانب آخر سيادة العقيد، نعم من جانب آخر التحالف العربي ألا تعتقد بأن هذه العملية التي استهدفت ميناء المخا وقبلها كم عملية أخرى استهدفت أحد البارجات الإماراتية في البحر الأحمر، ألا يجعل من هذا ربما عملية تسريع من قبل التحالف العربي بإنهاء عملية تحرير الساحل الغربي؟ هذه رسالة قوية أيضا. بنفس الوقت اتخذ كثير من الإجراءات الاحتياطية والأمنية لمنع تكرار مثل هذه العملية، وأيضا كما سلف تكلمنا بأن التقدم على الأرض والسيطرة على الأرض هو منع هذه الميليشيات من الاقتراب من الساحل، وكذلك فإبعاد وسائل النارية بما فيها الصواريخ والبدعية التي كانت تستخدمها على الساحل، فهي الآن تبحث على أماكن أخرى للتمركز فيها لتمكنها من إطلاق الصواريخ. سنرى بعد فترة قريبة الاستهداف لمعسكر خالد بالصواريخ التي سيتم استعمالها في مناطق أخرى الاستهداف على التمركز فيها. هي لا يهمها إلا أن تطلق أي سلاح وهي مقبول بأي اتجاه لعملية دعائية فقط، أما من الناحية العسكرية
منهارة تماما. نحن نتذكر هنا في سعد كانت عملتها العملية الهجومية للميليشيات على سعد وعلى جبهة سعد على مدار الساعة. اليوم لم تتمكن من تقدم إطلاق المطلق وانتزراعة نقود الغام للدفاع على خطوط إمدادها فقط لا غير. نعم، هل تعتقد سيادة العقيد، سؤال أخير فقط في أقل من دقيقة، بأن التحالف يعني يستكمل هذه العملية ولن تتوقف حتى يتم تحرير الساحل الغربي، أم ستوقف مثل المرات السابقة؟ الجانب العسكري من الناحية العسكرية والتكتيكية عمليا يجب أن تستمر المعركة، لأنه المعركة مبدأ أساسي في المعركة هي استمرار الأعمال القتالية والتواصلها حتى يتم تحقيق أهداف المعركة وما دخلت من إجلاء عاصمة الحلب. أشكرك جزيل الشكر العقيد عبد العزيز المجيدي، الخبير العسكري وضابط في الجيش اليمني، شكرا جزيلا لك، كنت معنا من تعز. وعودة إلى عمان عبر المحلل السياسي عبد الناصر المودع. أستاذ عبد الناصر، رأينا كيف كان الموقف الدولي منقسما بشأن الملف الحديدة، هل يمكن القول الآن أن الميليشيا تستند بموقفها الجديد إلى هذه الأرضية؟ يعني بالطبع ليس هناك اتفاق أو قبول أو تأييد لأي عملية عسكرية كبيرة في ساحل بقية الساحل اليمني الغربي. هناك معارضة من تقريبا جميع الدول الغربية بما فيها الدول الحليفة للسعودية والإمارات مثل الولايات المتحدة وبريطانيا، هذه الدول غير مرحبة ولا ورافضة. أيام أوباما كان رفضها صريح وواضح بأن لا تقدم، لا يسمح بأي عملية عسكرية في هذه المنطقة، إضافة للموقف الصيني والروسي الرافض مثل هذه العملية. وبالتالي الحوثيون وصالح يدركون أن هناك محاذير ورفض دولي لأي عملية كبيرة في هذه المنطقة، إضافة إلى التحذيرات التي أطلقتها الأمم المتحدة عبر أكثر من شخص ومن جهة، التي بيّنت خطورة مثل هذه العملية على الوضع الإنساني الكارثي في اليمن بشكل عام وفي هذه المنطقة بشكل خاص. وبالتالي على هذه الأرضية هؤلاء يستثمرون هذا الوضع ويدركون بأن العمليات العسكرية في هذه المنطقة غير واردة على الأقل بالشكل الكبير. أيضا إضافة إلى ذلك ضعف الأداء العسكري من قبل الطرف الآخر. نحن نعرف أن معركة المخا بدأت منذ 8 أشهر وحتى الآن لا زالت مناطق مثل معسكر العمري الذي لا يبعد كثيرا عن مديرية الذي عن مدينة دباب وعن الساحل لا زالت تحت سيطرة الحوثيين وصالح، وبالتالي أيضا معسكر خالد الذي لا يبعد إلا حدود 40 كيلومتر عن مدينة المخا حتى الآن لم يتم السيطرة عليه بشكل كامل. معسكر العمري، نعم أستاذ عبد الناصر، ربما معسكر العمري تم تحريره قبل فترة وأعلن الجيش بأنه تم تحريره تماما. لا لا, لا 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 ليس صحيح هذا، لا زال كثير من التباب وكثير من هذه المناطق تحت سيطرة الحوثيين وصالح، وبالتالي المناطق الوعرة والمناطق الجبلية الصعبة هؤلاء يجدون الدفاع فيها، ولهذا هناك عوائق عسكرية أيضا تحول دون تقدم في كثير من المناطق في الساحل الغربي وفي غيرها. طيب هذه الدول التي تحدثت عنها وربما كان هناك انقسام فعلا فيما يخص عملية عسكرية في الحديدة وميناء الحديدة، ألا تخشى الميليشيا بأن ربما هذه الدول ستغير مواقفها في حال استمر هذا التهديد من قبل الميليشيا؟ يعني بالطبع مواقف هذه الدول ليست مواقف ثابتة، هي مواقف متحركة أيضا تستجيب للواقع على الأرض. ففي حال كان هناك تهديد خطير للملاحة المدنية في هذه المنطقة، ربما هذه الدول ستكون أكثر حماسا لعملية كبيرة في الساحل الغربي. ولهذا أعتقد، لهذا الأسباب أعتقد بأن الجزء من الطبقة السياسية في صنعاء تدرك مخاطر أي عملية كبيرة في هذه المنطقة وتهديد للملاحة. ربما بعض المتطرفين وبعض الجهلة في هذه السلطة من المتحمسين ربما قد يقدمون على مغامرة أو عملية قد تهدد الملاحة، ولكن بشكل عام
أعتقد أن معظم الطبقة السياسية في صنعاء تدرك مخاطر مثل هذه العملية وبأنها ستؤلب الرأي العام ضدهم وتحديدا الدول الغربية التي هي رافضة حتى الآن العملية عسكرية كبيرة في هذه المنطقة، ربما تغير رأيها لو كان هناك هجوم نوعي، هجوم استراتيجي يغير من يهدد فعلا الملاحة البحرية، أو أنه يمس بشكل مباشر سفينة أمريكية كما حدث قبل فترة لو أن حادث ما أدى إلى خسائر بشرية بين القوات الأمريكية وأضرار كبيرة لأي سفينة أو قطعة بحرية أمريكية. في هذه الحالة ربما تتغير الكثير من المواقف لهذه الدول، لكن وفقا للمعطيات الحالية لا زال هناك عدم موافقة إن لم نقل رفض لأي عملية عسكرية في الساحل الغربي. أشكرك. كبيرة أشكرك جزيل الشكر الأستاذ عبد الناصر المودع محلل السياسي، كنت معنا عبر الهاتف من عمان. وصلنا إلى ختام هذه الحلقة من زوايا الحدث، في ختامها تقبلوا تحايا معدة هذه الحلقة الزميل كمال حيدرة، كما هي لكم مني بشير الحارثي، حتى الملتقى بحلقات جديدة من زوايا الحدث. حفظكم الله والوطن، السلام عليكم.